عايز اسمع رايك في المختلف بقى، يعني في مشوار الترجي، مش بس في مباراه الدور قبل النهائي، مش مواجهه سان داونز والفوز عليه نجاح، وده انجاز كبير طبعا انك انت تكسب فريق زي سان داونز ذهابا وايابا، لكن عايز اخد رايك في مشوار الترجي اجمالا في البطوله. ايه اللي اختلف السنه دي في نسخه الترجي؟ هل بترى انه الصفقات ساهمت؟ هل بترى انه تواجد ميجال كاردوزو؟ هل هي عوده الروح؟ هل اكتشاف عناصر شابه؟ يعني من وجهه نظرك ايه المختلف وايه اللي ادى بالترجي لانه ينجح في مشواره في منافسات الشامبيونز ليج النسخه الحاليه؟ هو الكل كله مستركب، مش صدفه كاردوزو طالع فريق مترشح للادوار المقدمه في معين شعبان وفرق خير تخليه الفريق في لعبوا الادوار التمهيديه ولعبوا في المقدمه الاولى وفازوا الترجي متهيئ للنتائج الايجابيه. بعد كاردوزو اللي حل كاردوزو بالترجي التونسي صحيح النتائج بتاعه كانت ممتازه وممتازه جدا، وخاصه الفوز الباهر في ايطاليا. هذا انجاز وانا ما نقولش انجاز، انجاز الترجي التونسي متعود به توصل للنهائيات والربع النهائي والنصف النهائي، ولكن رتبوا وقودوا الانتدابات اللي قام فيهم رئيس الجمعيه والهيئه المديره نتاع الاهلي كانت انتدابات بحق قيمه. لاعب رودريكو وسط الميدان الدفاعي اللي خلاها تو الاداء نتاع الفريق. كابتن خالد بن يحيى يرجع لنا مره ثانيه. كنت عايز اسال حضرتك ازاي بتشوف واحنا بيفصلنا عن لقاء الذهاب في تونس حوالي ثلاث اسابيع مراحل استعداد لفريق الترجي؟ هل مرتبطين؟ هل عندكم ارتباطات في المسابقات المحليه؟ هل هيكون في برنامج خاص؟ ايه الدعم اللي ممكن يتلقاه الترجي التونسي من اتحاد الكره التونسي؟ هو لابد يكون في في البطوله التونسيه تكمل الترجي المشوار نتاعها وهي في المرتبه الاولى. بطبيعه الحال انا ما نتصورش الجامعه التونسيه باش تعمل حوافز. انا اعتقد اللي لابد ان نكون واحنا عندنا من الخبره والحنكه في مثل المباريات. انا نعتقد عادي، لكن بطبيعه الحال هو الفاينل في تونس هو عرس كروي كبير. طبعا ما فيش شك. تسمح لي اسالك، انا يمكن الصوت مش واصل لي في الاستوديو بوضوح، بس عايز اسالك على ازاي كانت توقعاتك لمواجهه الترجي وسان داونز في بريتوريا؟ يعني انت خرجت من تونس كسبان 1-0، فرقتك سافرت وهي بتقابل واحد من اصعب الفرق الافريقيه على ملعبها. اعتقد سان داونز ما خسرش في اخر 8 سنين يمكن غير مواجهه وحيده على ملعبه في بريتوريا. كانت توقعاتك ايه للمباراه؟ السيناريو اللي رسمته، وهل توقعت انه الترجي قادر على العوده من بريتوريا بتحقيق فوز على سان داونز قبل المباراه؟ هو صعب، احنا في دائما نقول اللي في رق اللي تتعدى من الربع النهائي والنصف النهائي ما فماش التكهنات تكون صعيبه، الفرق الكل يكونوا في مستوى تقريبا متقارب. بطبيعة أنا يضرني اللي حتى كيشوفوا تاريخ ترجي التونسي دي سان داونز ولا مع أورلاندو بيرات، النتائج نتاعنا تكون متقاربة ولا إيجابية. اللي لعب بها المدرب ضايقة كثير الفريق سان داونز. سان داونز الكل متخصص في اللعب القصير والتمريرات، حركات نتاع اللاعبين في ظهور في ظهر المدير كل الترجي الترجي التونسي قص الامدادات ما خداوش وسط الميدان يشوفوا يتركزوا على اللاعبين نتاع الهجوم، قصوا لهم الامدادات كانت احنا نقولوا باللغه الفرنسيه قصوا الكره ولا انترسيبت لبنان، ما خدوش الكره تتعدى
وهذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ما خلاوش الفريق الترجي هذا التونسي، وانا نقدم هذه الكل معناها توصيات وخدمه المدرب اللي حتى لا نجموا يلعبوا قدام الدفاع نتاعنا، لا نجموا يلعبوا في ظهر الدفاع نتاعنا. هذا الكل خلى مشكل كبير على الترجي هذا التونسي، ضيق المساحات في 30 متر نتاعنا، ضيقهم بصفه كبيره بصفه مدروسه، اللي خلى الفريق صن داونز يقرب ل 30 متر تاع الترجي ديال التونسي، لكن المشاكل تقرب له، لا يلقى مساحات لا في ما بين الخطوط والا في ظهر الخطوط، ما عادش كان لازم بصفه واضحه في هذا. فنيا يا كابتن خالد، هل بتشوف انه الطريقه اللي لجأ ليها كاردوزو قدام سان داونز هي الطريقه الامثل لمواجهه الاهلي المصري، علما انه الاهلي بيخوض طبعا النهائي الخامس على التوالي، الاهلي هو الاكثر تتويجا باللقب، الاكثر خبره، هل بتشوف انه سيناريو مواجهه ترجي سان داونز هو السيناريو الامثل لكاردوزو في مواجهه الاهلي في لقاء رادس وفي لقاء القاهره؟ ألو كابتن خالد، أعيد السؤال مرة ثانية. تسمع فيا؟ لا لا، أسمع على حسك، أسمع سؤالك، أنت تسمع فيا الحين؟ أنا بسمع، أنا سامعك كابتن خالد. شوف المقابلات يختلفوا على بعض، فريق سان داونز كيفاش معناها يقوم الهجمة نتاعه أو معناها الخطة الدفاعية ولا الهجومية نتاعه، كل فرق في الأهلي الاهلي معناها قوه اخرى، فكر اخر، تجربه اخرى، قدره اخرى، معناها لابد ان الفريق بتاعنا اولا معناها احنا مشكورين احنا والاهلي اللي فزنا في الدور نصف النهائي، ولكن توا هذا النهائي معناها كما نقولوا في تونس وفي مصر نعرفوا معناها قدراتنا وقوه معناها والقوه نتاعنا والضعف نتاعنا. انا نتصور اللي ما فما حتى علاقه ما بين سان داونز والاهلي، كل سان داونز فريق نادي الاهلي فريق عنده امكانيات كبيره، انا شفته في الثلاث سنين الاخيره هذوما مع المدرب اللي مع المجهود الحامي، فما تحسن في امتلاك الكره، في سرعه تنقل الكره دفاعيا، عنده معناها تحسن، ولا يلعب نادي الاهلي مثلا ينجم يلعب الهجمات المرتده بصفه معناها كبيره، وينجم يعمل الهجمات المركبه زاده وتحسن فيها برشا. وانا نعتقد اللي لابد ومن جهتين، انا مش نحكي على الاهلي تونس، خاطر انا رقيب للفكر العربي واحد اكثر من اللي معناها نكون محدد في هذا ولا في هذا. أنا في النهايه كابتن خالد يبقى دائما تقريبا، يعني اعتقد انه ما حدش كتير ممكن يختلف معايا في الكلام ده، انه كلاسيكو افريقي هو الاهلي والترجي، نتمنى ان شاء الله اللقاء يعبر عن عظمه الفرقتين وعن تفوق كره شمال افريقيا في السنوات الاخيره وعن امكانيات الاهلي والترجي الحقيقه يمكن اهلتهم للفوز بتذكرتي المباراه النهائيه. بشكرك شكرا جزيلا، كلامنا هيكتر عن الترجي الفتره اللي جايه، لكن عندنا كلام مهم كمان في حلقتنا النهارده مع كابتن نجمنا النهارده كابتن احمد عادل اللي بيشرفنا، طبعا بشكر كابتن خالد بن يحيى نجم الترجي ومدير فني الترجي السابق.